لله رب العالمين، أصبحنا وأصبح الملك لله اليوم في هذا المكان وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. أتينا من أهل الكويت وأيضا من أهل الدوحة، نقدم إهداء جدا متواضع، عدد تقريبا 20 شاحنة فيها من المؤونة الشتوية لإخواننا بالداخل السوري. اليوم إحنا في الحدود التركية السورية في تركيا، قريبين جدا من المخيمات والمأساة السورية اللي بالداخل السوري. الآن الجو جدا بارد، الجو شتوي، ونحتاج إلى دعاء وعطاء من جميع المسلمين في هذا العالم. طبعا اليوم إحنا في هذا الموقع بعد قليل بإذن الله تعالى كل هذه الهدايا راح تقدم بإذن الله تعالى إلى الداخل السوري وتوزع حسب خريطة جغرافية. مثل ما تشوفون عندنا عدد كبير من الجمعيات المنفذة المباركة التي إن شاء الله تعالى سوف تساعدنا بتوزيع هذه الإهداءات لإخواننا في الداخل السوري. نقول لكم بارك الله فيكم، جمعية الرحمة العالمية من دولة الكويت، وليد أحمد السويلم. اليوم إهداء المقدم من أهل الكويت هو عبارة عن 20 شاحنة فيها تقريبا 200 طن من الطحين الطيب، وأيضا 200 من الفحم، وعدد 4000 بطانية. بإذن الله تكون دفئا وسلاما على أخواننا اللاجئين المهاجرين في الداخل السوري. يلا نبلش شباب. جاهزين شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذه هي المرة الثانية على التوالي، من حوالي أقل من حوالي أسبوعين كنا في إسطنبول وتم تقديم إهداء يعني مع عدة جمعيات وعدة دول. كانت القافلة حوالي 350، كان نصيب أهل الكويت بالرحمة العالمية فقط 7 شاحنات. اليوم إن شاء الله هذه هي القافلة الثانية لهذا الموسم، وهي عبارة عن 20 شاحنة بإذن الله فيها من الطحين وأيضا من مادة الفحم والبطانيات. عندنا 4000 بطانية، وأيضا عندنا 200 طن من الطحين و200 طن من مادة من الفحم. مقدمة إهداء من أهل الكويت، وأيضا مشاركة من عدة جمعيات وعدة فرق تطوعية، وأيضا من أهل الدوحة مشاركة من فريق صحبة الجنة من قطر. نشوف اللوحة هذه، هذه اللوحة يعني اللي نقول لوحة العمل الخيري لعدة جمعيات وديوانيات وأيضا فرق تطوعية. أيضا بهذا أيضا في هذا يعني في هذه المناسبة يجب أن نشكر كل من دعمنا من أهل الكويت ومن قطر، وأيضا كل من نفذ وسوف ينفذ هذه الحملة. طبعا عندنا جمعية شام الخير وجمعية عطاء لإغاثة إنسانية، وأيضا بالتعاون مع جمعيات مميزة دائما يكون معانا في الميدان لتنفيذ هذه القافلة. نقول لهم جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم. طبعا مثل ما عودناكم وعودوكم أهل الكويت المشاركة، وإحنا عندنا شعار الرحمة العالمية في مكتب سوريا، كل مشروك مبروك. نشوف ما شاء الله يعني عدد كبير من الفرق التطوعية، طبعا بداية بمحسنون من أهل الكويت، وأيضا فريق تفاعل التطوعي، فريق مميز في العطاء، متبرعون شمعة الكويت، فريق شمعة الكويت، وأيضا بسمة أمل التطوعي، فريق صحبة الجنة من الدوحة من قطر، فريق سنة الخير التطوعي، وأيضا فريق كالغيف، وأيضا فريق عمرة الأخيار. عندنا عائلة النعيمي من قطر، أيضا تبرع كريم منهم، آل سويلم، ديوان الشطي، ومسجد الشاطبي، واستراحات العميري.
كل هؤلاء المتبرعين من أهل الكويت الأخيار حبوا أن يشاركون في هذه القافلة وهذه الحملة. نقول لكم نقول لهم جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وتقبل طاعتكم، ما زالوا أخوانكم في هذا الوقت الشاتي البارد يحتاجون إلى الدعاء والعطاء. والسلام عليكم. حملة الخير لإخواننا الموجودين بالداخل السوري، طبعا أول فريق صحبة بيان من الأخوات الذين دعموا هذه القافلة بعدد عدد من الشاحنات، شاحنتين في الفحم، وأيضا عندنا فريق جمعة الكويت شاركنا معنا في هذه الحملة. أيضا هناك مسجد شاطبي، ما شاء الله مسجد شاطبي مساجد صغيرة بالحجم لكن كبيرة بالعطاء، وأيضا استراحة العميري، استراحة ناس الأخوة الطيبين اللي دائما يشاركوننا في يعني عطاياهم لإخواننا السوريين. فريقنا الخير التطوعي ما شاء الله شيخنا محمد وشيخنا الفاضل حمد العليان أيضا لهم عطاء مميز في هذه الحملة، أيضا عطاهم متواصل من حوالي 4 سنوات 5 سنوات. فريق صحبة الجنة من إخواننا من أهل الدوحة دائما يكونون معانا في عطائهم ودعواتهم لإخواننا أهل الشام. أيضا هناك عائلة كريمة، عائلة العيمي من قطر، أيضا تقدم عطايا ويعني هدايا مقدمة من آل نعيمي إلى إخواننا اللاجئين الموجودين بالداخل السوري. أدي. طبعا أهل الكويت دائما تقديمهم بالداخل السوري، وأيضا نقدم الأخوة الموجودين في لبنان وفي الأردن وأيضا بإخواننا في تركيا. فريق مميز أيضا فريق كالغيث من الفرق المميزة التي تحرص على المشاركة والعطاء في هذه الحملات خاصة في فصل الشتاء، وأيضا فريق عمرة الأخيار أيضا يشاركون هذه الحملة المباركة. طبعا عندنا البطل المميز الأخ الشيخ جاسم الدخيل وفريقه اللي معاه الأخوة اللي معاه الأبطال، أيضا فريق بسمة أمل التطوعي من الفرق المميزة اللي كان حوالي قبل أسبوعين موجود أيضا ويوزع بعض الهدايا والعطايا لإخواننا من أهل الشام. أيضا هناك شكر خاص ومميز ومبارك في هذا اليوم يوم الجمعة لأسرة آل معاشرجي، قدموا آل معاشرجي وقدمون اليوم عدد 3 شاحنات من مادة الطحين المبارك. نقول لهم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم تقبل طاعتكم. أيضا هناك تميز من فريق تفاؤل للشيخ عبد الله عامر العجمي جزاه الله خير اللي دائما يحرص انه يقول يا ابو احمد انا في كل حمله ان شاء الله تعالى راح اكون مشارك معاكم بما تجد به اهل الكويت. طبعا نشكر فريق تفاؤل. Uh-huh.